هتلاقوا ركن كامل بقى اللي هو الجيبات، اللي هي الحاجات دي، الحاجات البنويت الدلع دي. شايفين مثلا الهوت شورت ده $3، طبعا سعره جميل. في بنطلونات جينز اهي ب5 على حسب المقاس يعني. بصوا في بنطلون جينز ب3 يعني على حسب المقاس، هتلاقوا السعر على حسب المقاس. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا النهارده في جوله جديده من تجاربي في امريكا. جولتنا النهارده هتبقى في اتش ام عامل فاينل سيل اب تو 70%. طبعا انا كنت لسه عامله لكم فيديو تقريبا من شهر عن اللبس اللي ممكن نجيبه من اتش ام، لكن النهارده جيت لقيت التخفيض حلو قوي، فقلت الحق اقول لكم عليه عشان لو حد هيجي يلحق يستفيد. زي ما انتم شايفين عندي الستاند ده بيبدا، طبعا هو مش كله $5، هو ده بيبدا من $5 اهو ستارت ات 5. يعني هتلاقوا فيه شورتات، فهتلاقي مثلا شورتات الجينز دي حلوه جدا في الصيف تتلبس في البيت اهو، ده $9. في حاجه تاني كانت ب 5، ده $5. لو حد بيدور على الهوت شورت دي عشان تلبس في البيت هتبقى حلوه قوي، وفي حاجات زي كده خامتها طريه ناعمه. واتش ام عموما قماشاته جميله جدا يعني، بس انا عن نفسي يعني بحب اجيب منه حاجات اكتر للبيت. وهنا ده البنطلونات دي بتبدا من 7 دولار اهو، زي البنطلون ده ب 7 سوري. في ده تقريبا يتلبس زي بنطكور كده قصير $3 اهو، ده ب4. ده اهو ب7. ده اغلى شويه، ده ب17. ده بقى الكتان. البنطلون ده انا جبت منه للبيت حلو قوي، كان نازل ب$5 من فتره، كنت جايبه منه للبيت، جميل جدا، قماشته طريه وخفيفه. ده جلد، ده بنطلون جلد، ده $9. طبعا سعره تحفه لان الحاجات دي قماشتها جميله جدا. والبنطلونات الواسعه دي اللي ما بحبش البنطلونات الضيقه، الميزه ان هتلاقوا كتير قوي في بنطلونات اللي هي الواسعه، احنا كنا شفناها مع بعض في الفيديو اللي فات اهو. شايفين ده ب$5، شايفين اهو، ده قماشته القماشه الخفيفه قوي دي، جميله قوي في الصيف، ده برده ب$5. وده بنطلون واسع جدا، هو شبه الجيبه، البنطلونات الواسعه دي حلوه قوي الصراحه، بلبسها في البيت بتبقى طريه قوي، بتلبس على التيشيرتات بتبقى جميله خالص في الصيف. هنشوف بعد كده الرف ده، شايفين هنا ده ب$10، دي جواكت جل $10 اهي اهو، بس هي جواكت صغيره يعني، عايزه حد رفيع، مش عايزه حد مليان، مقاسات صغيره الموجوده للاسف. طبعا اهي اللي هي اكس سمول، اكس اكس سمول، بس طبعا سعره تحفه، والجاكيت شكله جميل جدا. وفي هنا جنبه على طول بلوزات كم واسعه، دي ب$8. في ده بقى نظام زي بادي، مشته حلو قوي، ده $8، وده مقاساته كبيره، ده مشته جميله قوي. وهنا طبعا ده الركن ده الدريسات، كنت فرجته لكم المره اللي فاتت، في حاجات تقدروا تجيبوها يعني محجبات حلو قوي. شايفين الاسعار $10، مشكله ان الارفف بتبقى مسحومه قوي مش بعرف امسك. شايفين ده مثلا $7 اهو، الحاجات دي تقدروا تستلقطوا منها حاجات حلوه. ده مثلا اهو دريس ب$9،
اهو درس الكم، بس هو واسع عشان كده يبان ان هو كبير قوي. دي كلها درسات طويله برضو في نفس الرينج. في برضو ده الابيض ده جميل برضو على الموضه. اهي، وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده الموديلات بتختلف من مكان لمكان، بس بيبقى فيه حاجات كتيره مشتركه. يعني في حاجات كتيره لما هتشوفوها هنا في الفيديو هتروحوا المحلات عندكم هتلاقوها، بس الفكره واحده ان التخفيض موجود، ف فرصة حلوة ان انتوا تلحقوا تجيبوا. لو كمان هتلاقوا حاجات صيفي ممكن تقدروا تجيبوا حاجة للعيد بقى ان شاء الله. خلاص رمضان فضل عليه 3 شهور، اقل من 3 شهور، فنستغل يعني الموضوع ده. شايفين ده قماشته ناعمة قوي، 8 دولار. تمام، انا كل ده يدوب يعني عند الباب، انا لسه يدوب داخلة من عند الباب والحاجات دي موجودة عند الباب. دي حاجات اللي ب5 دولار. ده برضو 5 دولار، وده اصفر، ده جميل، ده كلهم حلوين قوي الصراحه، جمال قوي. كمان جنبهم البنطلونات اللي هي الواسعه، يعني ممكن تعملي طقم اصلا جميل. الحاجات دي شايفين البنطلونات بتاعتهم اللي هي الكسر دي جميله. اللي بيدور على بنطلونات الواسعه دي هيلاقيها فرصه في الوقت ده، طبعا هيلاقيها بسعر مش هيعرف يجيبه بعد من اي مكان تاني الصراحه. في برضو الرف ده هو مكتوب عليه ب13، بس في حاجات اقل من 13. يعني في ده نظام جامب سوت، ده برضو يبقى خاماته تحفة للبيت، ده ب8 دولار، وده مش ان في منه مقاسات. هتلاقوا منه بقى نفس الستايل ده، هتلاقوا منه اشكال كتيرة والوان كتيرة. وفي حاجات ده مشطو ستان، ده نظام يعني بلوزة خروج مش بيتي، مشطو ستان ده ب10. الحاجات دي ده بقى ب9. ده ب7، نظام اللي هو البلوزة الواسعة دي خالص. باقي الحاجات هنا دي كلها تيشيرتات اسود. هنا بقى دي بقى تشكيله حاجات تانية مختلفة، يعني نظام حاجات شبه ال يعني تمشي السواري اكتر، يعني زي كده. الحاجات دي موجودة بكثرة يعني في H&M. يعني القماشة دي شايفين، بس طبعا ده مقاس صغير. وفي حاجات تانية هو زي ده، ده ب18 دولار، 19. ده كان الركن اللي عند الباب، عند الباب حاطين دايما. انا دخلت كذا مكان بيبقى تقريبا نفس الفكرة. بعدين بيبقى فيه ركن تاني جوه اهو، ده اللي بيبقى فيه بقية التخفيضات اهو. ده بيبقى جوه المحل علشان خاطر الحاجات اللي على الباب، لو ما عجبتكوش هتلاقوا حاجات تاني جوه. ده بلوفرات شتوي جميله قوي الصراحه، مشيتها ناعمه قوي. ودي بقى باقي الجواكت، بس جواكت طويله غير اللي كانت عند الباب ب10، دي ب15، بس في منه مقاسات اكبر. اللي بيحب الجواكت الجينز ده هيبقى حلو معاه. ده نظام زي دريس جينز. هنا بقى اهي بلوفرات شتوي نزل عليها تخفيض كلها اهي، الواناتها جميلة، فيها الوانات كتيرة حلوة. شايفين السعر نزل ل9 دولار. تمام، هم عندهم الصراحة تشكيلة كبيرة قوي، صعب ان انا اصورها كلها. انا بحاول اجيب لكم اتقول كده، وهتروحوا تلاقوا ان شاء الله حاجات كتيرة مشتركة زي اللي احنا صورناها.
دي بقى بنطلونات جينز كل المقاسات. شايفين ده فستان جلد طبعا ب$14. ده شميز اهو شايفين، هتلاقوا الشميزات محتاج شميز تحت اللبس او كده، ده ب$4. شايفين ده نظام دريس يتلبس في البيت، ده ب$18 بقى ب5. خامته حلو قوي ولونه مختلف، يعني لونه جديد مش هتلاقي حد عنده اللون ده تقريبا، لطيف قوي. وده الشميز اهو في منه الوان، يعني ده اهو لون وده لون تاني ب5، هتلاقوا كل لون وكل مقاس سعر غير التاني، ودي لون تاني ومقاس تاني ف7. بس عموما يعني الشميزات دي لطيفة جدا وبنحتاجها كلنا يعني. شايفين كام ستاند، يعني الستاند ده رايح جاي، ده فستان قطيفة، القطيفة اللي هي بتلمع دي حلوة قوي، بس هو الاسود ما بيبانش في الاضاءة بتاعت المحلات للأسف. وده فستان اللي هو الستايل اللي هو بيبقى ماسك في الجسم، ده جميل برضو لو عندك مناسبة بقى حنة او كده هيبقى برضو حلو فيها. يعني الحاجات دي هتعرفوا تطلعوا منها حاجات كتيرة لطيفة جدا. ده اخر مكان عندي في الحريمي هبص عليه، حلو قوي برضو الحاجات الدرسات دي لطيفة ولونها جميل. وده بقية الدرسات، ده اللي احنا صورناه، بقية مقاساته في منه لون تاني، ده حلو اللون ده برضو جديد. وفي الاصفر، الاصفر ده حلو قوي. كده خلاص هسيب الركن الحريمي وهروح على ركن الاطفال نشوف التخفيضات بتاعه الاطفال فيها حاجه حلوه ولا لا، يبقوا منزلين حاجات بتبقى لقطه الصراحه. ده دريس بكم ان هو الخريفي، دي اهي الحاجات اللي عليها السيف، ده شتوي من 8 لـ10، طبعا سعره تحفة هي، بس اغلب الحاجات هتلاقوها شتوي طبعا، بس ممكن تقدروا تجيبوا منها حاجات بقى وتشيلوها للشتا الجاي. ما شاء الله جميل قوي ده. في منه لون تاني جميل، اللون ده برضو حلو قوي جديد. وده بصوا سعره، سعره اقل من الابيض كمان، جميل تحفة. ده بقى ركن البنطلونات، هتلاقوا فيه شايفين حاجات $5، طبعا سعرها تحفة، يعني سعر $5 ده سعرها تحفة. البنطلونات اللي هو اللي طالع الموضة الواسعة دي او البنطلونات الجينز هتلاقوها ب10، عاملين البنطلون اللي هو الحريمي الواسع ده اللي احنا كنا مصورينه قبل كده عاملين زيه اطفال، ده 9. في بنطلونات جينز اهي ب5 على حسب المقاس، يعني بصوا في بنطلون جينز ب3، يعني على حسب المقاس هتلاقوا السعر على حسب المقاس. والناحية التانية في بنطلونات اللي هي الرياضية، مقاساتها كبيرة أسعارها حلوة برضو ولونها جميلة قوي. في هنا الجواكت حاجات شتوي، يعني شايفين بلوفر ب$10، سوري ب5،
شايفين التيشيرت ده 14 سنة ب$2. انتوا لو دورتوا يعني كويس هتلاقوا فعلا حاجات كتيرة تقدروا تجيبوها تضبطوا حاجات حلوة للولاد وليكم برضو. ده بلوفر برضو مقاس من 10 لـ 8، $5. دي اللي هي الباديهات بتاعت اتش ام، جميلة جدا، بيبقوا اتنين مع بعض زي كده، دول حلوين اوي، خامتهم تحفة. شايفين الجيبات اللي طالعة جميلة ازاي، طبعا حاجات اهي ستايلش وعلى تنفع خالص للصيف ده، شايفين حلو ازاي لونها جميل اوي، بـ$4 طبعا سعرها ممتاز. في موديلات تانية اهو للجيبات، دي فيها كل الالوان، لطيفة برضو، اللي بيحب بقى الحاجات دي مدندشة قوي دي برضو حلوة قوي لطيفة، والولاد بيحبوها خالص، بيفرحوا بيها جدا وبيحبوها. هنا في باديهات كات اهي، $5 كلها. وهنا دي اللي هي الحاجات الداخلية اللي بتبقى باكيت مع بعض، يعني دي نظام الفلينة ودي نظام البادي، يعني في منها فلينة وفي منها بادي، اللي هي دي المقورة دي الفلينة، البادي بيبقى عالي شوية. دي تحفة، أنا جايبة منها للولاد، جميلة جدا صراحة، وخامتها جميلة وبتعيش حلو مش بترخي أبدا. في هنا منزلين تشكيلة إلسا وأنا، بس ده مش من في السيل، ده بـ$20، بس هو سعره حلو بـ20 برضو. وده فستان ألف، هنكمل السيل بتاعنا. انا حابة اوريكم الستاند اللي هو بيبقى فيه الحاجات اللي هي الرفاية بتاعت الاطفال، بتبقى نازلة سعر حلو، شوف هتكون نازلة النهاردة ولا لا. زي كده شايفين، مثلا ايس كاب اهي $3، عليها فروزن، هنا ايس كاب بـ4، شايفين ده الكلون، ده اتنين كلون مع بعض $9، برضو السعر بتاع الكلون ده مش هتلاقوه يعني تاني، هو بيبقى نزل مرة واحدة بس، ينزل في السيل بس، غير كده مش بيبقى. ده كمان الاتنين دول بـ9، في دول برضو، دول الاتنين بـ4، لا هو مش اتنين، ده واحد تقريبا، واحد بس اللي هو بيلمع عشان لو فستان او كده، $4. في بعد كده بتلاقوا في نفس المكان بتاع الرفايع ده البانتيز، شايفين تبقى نادلة كمان اقل من كده، تبقى نادلة بـ3 و$5 على حسب الموديل والعدد والسن بيختلف، يعني انا كنت جايباها قبل كده بـ$3 الباكيتة دي، او بـ5 تقريبا، او زي كده مثلا، شايفين اهي دي مثلا فيها كام واحد، بس دي مقاسها كبير من 16 لـ 18، عشان كده هي ارخص شويه، من 12 لـ 14 سنة. فيها 5، دي بـ6، دول بقى اللي هما التلاتة مع بعض كل مقاسات، دول بـ5، حلو برضو. وده برضو بوكسرات واولادي كل المقاسات، التلاتة بـ4. وهتلاقوا برضو الشوزات طبعا، بس انا مش بحب اجيب الشوزات من هنا، انا بجيب الحاجات اللي هي الرفايع، الحاجات اللبس الداخلي، الحاجات دي هي اللي انا بحب اجيبها من هنا. دي بقى التشكيلة بتاعت البانتيز، بس دي مش عليها سيم، سعرها $18، فطبعا لما تجيبوها بـ7 أو بـ8 طبعا حلوة جدا وخامتها فظيعة. دي بقية الحاجات اللي هي الرفايع، في كبات بـ2، الشنطة، حاجات الرفايع اللي زي كده هتلاقوها كلها هنا في الركن ده، نظارات شمس الأطفال $2، فجميلة جدا صراحة.
الاسعار بعد السيل بتبقى جميله قوي. وهنا برضو بقيه الكولون اللي لسه ما نزلش عليهم سيل. كل الحاجات دي على فكره على اخر الشتاء هتلاقوها نزلت في السيل، فما تستعجلوش يعني، لو انتم مش محتاجين الحاجه ضروري استنوا وهتعرفوا تجيبوها فعلا بالسيل بالسعر اللي انا بقول لكم عليه ده عن تجربه. ده اللي حصل معايا في الشتاء اللي فاتت، السنه اللي فاتت. ده كده ركن البناتي. هناخد برضو بصة على ركن الاولاد، نشوف حاجة سعرها حلو عند ركن الولاد ولا لأ. ده الركن اللي هو فيه السيل برضو، في نفس الكلام شورتات مقاسات $3، حلوة برضو، حلو قوي الشورتات دي $3 و4 و5، لطيفة برضو. ده ب7. بعدين في بنطلونات هنا، بنطلونات جينز 8 9 ب10، يعني في نفس الرينج، نفس الرينج. في بقى هنا ده الستاند في حاجات مجمعة $13. دي تيشرتات. وبعد كده هنا بقى في شميزات، حلوة الشميزات دي، جميلة قوي. ده يعني شميزة اهو من 12 ل 13 سنة ب$9، طبعا تحفة. ده شميز من 2 ل 3 ب5، برضو سعره جميل. وبعدين في جواكت هنا، كده انا خلاص خلصت ركن الاطفال. خلاص كده متهيألي مفيش حاجة تاني ممكن اصورها. في بس الاكسسوارز بره برضو من ضمن الحاجات اللي نازلة في السيل، اللي هي الحلقان والحاجات دي موجودة برضو نازلة في السيل، هتلاقوها. ممكن نبص عليها اخر حاجة، وعشان مش عايزة الفيديو يبقى طويل عليكم، بس انا لما لقيت صراحة التخفيضات حلوة كده والاسعار مشجعة فحبيت اشارككم، ان في ناس كتير قاعدة في البيت ومش بتبقى عارفة ان في تخفيضات اهي. دي الاكسسوارز اهي، الاكسسوارز بتاعتهم لطيفة الصراحة، حلوة قوي، بحب الخامة بتاعتها. وفي هنا برضو شيلان، الشال ده خامته جميلة قوي ما شاء الله، خامته فعلا حلوة. ده ب$9 تقريبا، جميل برضو. دي كل الحاجات اللي لفتت نظري. هو في برضو الركن الثاني هنا عند الباب، ده ب$10. في حاجات تانية، شايفين الحاجات اللي زي كده، هو ده الستايل اللي بقول لكم عليه اللي ينفع معانا كمحجبات، جميل جدا صراحة. والستايل ده اصلا طالع موضة، فدي الميزة اللي بتميز اتش ام الصراحة، ان هو عنده تشكيلة كبيرة ممكن تقدري تظبطي منها حاجات حلوة محترمة. هو الناحية التانية دي برضو نفس الكلام، بنطلونات تقريبا نفس الكلام برضو، يعني تشكيلة بنطلونات تانية كتير اكتر. تشكيلة بنطلونات كبيرة مخططة. بعدين في دول الحاجات دي اهي، $5 و10. وفي هنا برضو الحاجات اللي هي الطويلة شوية دي، دي الحاجات اللي هي بترتر دي، موجودة كتير قوي عند اتش ام. ده نظام شميس طويل ستان، حلو قوي ده، خامته تحفة ب$10. ده نظام برضو تونيك بس عنده وسط كده ب$9، لو حد بيليق فيه يعني الستايل ده.
ده جامب سوت. دول حلوين قوي. دول نظام الستايل تونيك ده ب16، سعره 16، شكله جميل وشيك. وده التونيك ده كنا صورناه ومشطه ستان، حلو قوي برضو، ب$9 بعد السيل. دي اكتر الحاجات يعني اللي عجبتني في الستاند ده. ودول الباديهات اللي احنا شفناهم هناك الناحية التانية، والشميزات الستان دول برضو كنت صورتهم في الفيديو اللي فات، قلت لكم هتبقى حلوة تحت فساتين صغيرة او كده اللي مش بيبقى لاقي. طبعا هيقدر يجي يجيب من هنا، الشميزات الستان دي مالية الدنيا، في منها الوان كتير. دي اغلب الحاجات اللي ممكن تقدروا تلاقوها في السيل في H&M. وزي ما قلت لكم هو هيفضل مكمل على فكرة فترة، يعني معايا تقريبا لحد شهر 2 هيفضل مكمل، علشان بيعمل تصفيات على الصيفي. فحاولوا تروحوا وتستغلوا الفرصة، واستعدوا بقى من قبلها يعني للعيد، عشان عبال ما يجي رمضان ان شاء الله نكون مخلصين حاجتنا بإذن الله. كل سنة وانتوا طيبين جميعا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون التجربة بتاعت النهاردة مفيدة بالنسبة لكم. ما تنسونيش بقى من لايك والسبسكرايب لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.